حول هذا الموضوع ينضم إلينا اللحظة مباشرة من مدينة جولميم زي العابدين الولي نائب رئيس رابطة الصحراء للديمقراطية وحقوق الإنسان. مساء الخير سيد الولي. مساء الخير نادية المدن. إذن المفاوضات حول قضية الصحراء المغربية يتعين أن تتم في إطار مخطط الحكم الذاتي الذي اقترحه المغرب، والحديث هنا لمساعد كاتب الدولة الأمريكية المكلف بشؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ديفيد شينكر من قلب الجزائر العاصمة. إلى ماذا يرمز ذلك سيد الولي؟ نعم أختي الكريمة، فتصريحات السيد مساعد كاتب الدولة الأمريكي المكلف بشؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ديفيد شينكر كانت واضحة، يعني وضوح الشمس. أولا ارتكزت على نقطتين أساسيتين، وتأكيد موقف الإدارة الأمريكية المتخذ منذ 10 ديسمبر القاضي باعتراف الولايات المتحدة الأمريكية بسيادتها على الأقاليم الجنوبية. ثانيا حدد الإطار الوحيد والأوحد أي مفاوضات في المستقبل بين أطراف النزاع المفتعل، هذا النزاع المفتعل، وأؤكد هنا على أطراف النزاع، يعني حتى المفاوضات يجب أن تكون بين أطراف حقيقيين للنزاع المفتعل حول قضية الأقاليم الجنوبية. يمكن قراءة أهمية هذا التصريح بيستمد قوته من نقطتين أساسيتين. النقطة الأولى كونه صادر أو جاء على لسان مسؤول أمريكي رفيع المستوى في الإدارة الأمريكية. والنقطة الثانية تستمد كذلك قوته من خلال دلالة المكان، لأنه تم في قلب الجزائر العاصمة الجزائرية، الدولة التي مفتئ مسؤولوها مؤخرا ينتقدون موقف الإدارة الأمريكية حول قضية الصحراء المغربية. والدلالات والإشارات كذلك التي يمكن استشفها من خلال هذا التصريح، أولا رسالة إلى كل المشككين الذين كانوا يراهنون على تراجع الإدارة الأمريكية حول موقفها من قضية الصحراء المغربية. وإن أردنا كذلك توجيه، هي رسالة موجهة كذلك حتى لإخواننا المغربين بالضفة الأخرى، على أن هناك ضمانة دولية للمقترح المغربي للحكم الذاتي. سيد الولي، وفد أمريكي بقيادة ديفيد شينكر مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأوسط سيزور بعد غد مدينة الدخلة لتفقد مقر بناية القنصلية الأمريكية في انتظار افتتاحها الرسمي لاحقا، في سياق التنزيل التدريجي للاتفاق المغربي الأمريكي لإطلاق مخطط من الاستثمارات الأمريكية في المغرب والمنطقة بقيمة تبلغ 5 ملايير دولار، وذلك عقب الاعتراف الأمريكي بمغربية الصحراء. كيف يبدو الأفق الاستثماري بالمنطقة على ضوء هذه المستجدات؟ أولا افتتاح القنصلية لدولة الولايات المتحدة الأمريكية بقائمة الجنوبية، خصوصا بمدينة الداخلة، له بعدين أساسيين. البعد الأول البعد السياسي، وهو دائما في إطار السياق ترسيخ سيادة المغرب على أراضيه كاملة غير منقوصة. والبعد الثاني وهو بعد اقتصادي، وهو ما جاء كذلك في تصريحات جميع المسؤولين الأمريكيين أن هذه القنصلية سيكون لها بعد اقتصادي أساسي، ومن خلال ضخ مجموعة من الأموال للاستثمار بمجموعة مشاريع في الأقاليم الجنوبية. هذا البعد الاقتصادي جاء كذلك لم يكن اعتباطيا، لأنه كما تعلمون فأن المقتصد والمستثمر أول ما يسأل عن أو يبحث عنه هو معيار استقرار الأمن، وهذا الحمد لله ما تنعم به أقاليمنا الجنوبية، هناك استقرار وأمن، بإضافة كذلك إلى مجموعة من المعطيات الأخرى المتعلقة بالبنية التحتية والمسائل اللوجستيكية. نعم. ما يهمنا نحن كمواطنين بقاليم جنوبية بالمملكة هو أساسا أننا هذه الاستثمارات ستترجم إلى فرص شغل يستفيد منها بالأساس أبناء الأقاليم الجنوبية، وكذلك المقاولات الصغرى والمتوسطة للشباب في التي تكون لها ارتباط مباشر أو غير مباشر بهذه الاستثمارات. المعنى الاقتصادي أختي الكريمة هو ترجمة إلى الرغبة المملكة المغربية في من خلال تنزيل المشروع التنموي، وهو بخلاصة جاءت ترجمة لتوجيهات الملكية الميمونة، حيث كانت صريحة في خلال خطاب المسيرة الخضراء الأخيرة
حيث قال صاحب الجلالة بالعبارة أنه رغبة المملكة المغربية في ترسيخ مغربية الصحراء على المستوى الدولي يقابله العمل الدؤوب على جعل هذه الأقاليم الجنوبية قاطرة للتنمية على المستوى الإقليمي والقاري. نائب رئيس رابي